بعد ازدياد الحديث عن أضرار السجائر الإلكترونية، الفلبين تتوجه لاعتقال من يدخنها، والولايات المتحدة الأمريكية تعلن ارتفاع عدد الوفيات التي تسببت فيها السجائر الإلكترونية والتي وصل عددها إلى 47. أصدرت الشرطة الفلبينية قراراً باعتقال الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أنه سيحظر استخدام السجائر الإلكترونية، مهدداً بتوقيف أي شخص يدخنها علناً في البلاد. وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الصحة الأمريكية إن الضحايا كانوا من 25 ولاية أمريكية، وكانت أعمارهم تتراوح بين 17 و75 عاماً. وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن هناك حتى الآن 2290 حالة إصابة بمرض الرئة المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.